تشكيلة جديدة من أحداث الهواتف النقالة تطلقها شركة كوندور في إطار سلسلة بمزايا تكنولوجيا متعددة الوظائف تتيح للمستخدم التقاط صور عائلية وشخصية بكل أريحية مع ضمان الدقة ونقاوة الصور. Allure M1 et Allure M1 Plus. دونك التليفونات هذوما يدخلوا في الخانة نتاع الهواتف، خلينا نقولوا الكاميرا هاتف، يعني لي كاميرا فون. سي اون ديزون با جو با دير اون بروميير اون الجيري، مي احنا كوم ليدر رانا بدينا الريادة في الكاميرات. هاتفا كوندور الجديدين ام 1 وام 1 بلس مجهزان بكاميرا امامية مزدوجة لالتقاط صور السيلفي، الاولى عالية الدقة تتيح التقاط صور سيلفي اعتيادية، والثانية بزاوية واسعة لها حقل أكبر للرؤية من أجل الصور الجماعية. Elle vous propose un produit unique, le seul au marché, 24 mégapixels en caméra frontale et double caméra arrière, 13+5. هذا في التليفون M1 Plus. وبالنسبة للM1 نجم نسميه un selfie phone tout court، يعني بكل بساطة لأنه هاتف 16 mégapixels en avant. très en arrière زاد quand même، يعني مليحه، ولكن اهم حاجه هي الباتري اللي فيه تكون 4000 ملي امبير. هاتفا كوندور الجديدين يمتازان بكونهما نحيفين وبهيكل معدني انيق وشاشه عاليه الوضوح، فيما ينتظر طرحهما في الاسواق بدايه من الاسبوع المقبل. الام 1 بسعر 34900 دينار جزائري، وبالنسبة للام 1 بلس شيكون ب 42900 دينار جزائري. الجديد يعني هي طريقة التسويق، لأنه المنتوج شيكون الام 1 الأسبوع القادم، والام 1 بلس بشيكون في آخر شهر جويلية. يعني اخترنا طريقة الأونلاين، يعني الإنسان يقدر الحريف الجزائري يعمل ريزيرفاسيون أونليني بداية من يوم الخميس، يعني يكفي انه يمشي للباج فيسبوك نتاع كوندور ويسجل ان بتي فورمولير سامبل ا رومبليغ، سي با كومبليكي، ويختار المنتوج نتاعو ام 1 ام 1 بلس. طبعا الناس هذوما باش يكونوا بريوريتير.